قرائت خواهم کرد. با ذکر صلواتی آماده تلاوت ایشان می شویم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين
المسلمين صدق الله العلي